تبع صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء ميدانيا عددا من المشاريع التنموية التي وجه إليه سموه بالمحرق ووقف على مستوى الإنجاز فيها وسير العمل بها، حيث استهل سموه الزيارة الميدانية بمشروع الواجهة البحرية غرب المحرق سعادة. وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى إتمام المرحلة الأولى من مشروع سعادة التي تضم 7 مباني و45 وحدة من المطاعم والمقاهي خلال سنة واحدة في موعد أقصاه إبريل 2019، والإسراع في تنفيذ الموقف المتعدد للسيارات في المشروع الذي يربط سوق المحرق بمشروع سعادة وطرحه في مناقصة عامة، مع مراعاة تجنب الاختناقات المرورية في سوق المحرق أثناء المرحلة التطويرية. مشددا صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بضرورة الإسراع في إصدار تراخيص البناء وعدم التأخر فيها لإنهاء تعوق الاستثمارات وتؤثر على تنافسية البحرين التي نريدها دائما أن تكون في المقدمة ومركزا جاذبا للاستثمارات والمستثمرين. وقد تفقد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مشروع سعادة، وقف سموه على ما تم تنفيذه في هذا المشروع واطمأن على إنجاز المشروعات الممهدة لتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع. وقد اطلع سموه على عرض قدمه القائمون على المشروع من استثماريين ومهندسين وما تم تحقيقه على أرض الواقع منذ بدء الخطوات التنفيذية لتوجه سموه الكريم بإطلاق مشروع سعادة. واستمع سموه إلى شرح قدمه معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية، وسعادة المهندس عصام بن عبد الله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني حول سير العمل بمشروع سعادة والجدول الزمني لمراحل تنفيذ المشروع الذي تبلغ كلفته الإجمالية 8 ملايين دينار بحريني، حيث تم الانتهاء من دفان وتسوية مساحة قدرها 18,000 متر مربع، وضع حوائط الصد المالية وإتمام إنشاء مرافق السفن. وسيكون هذا المشروع الحيوي متنفسا لأهالي المحرق ومعلما ترفيهيا وجماليا وتجاريا يضيف إلى ما تتمتع به المحرق من معالم حضارية وعوامل جذب للمواطنين. وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ضرورة الاستعجال في إتمام المشروع لتوفير المساحات ومرافق الترفيه التي تسعد مواطنين في المحرق والبحرين عموما وتبهجهم، فالحكومة تحرص دائما على أن تهيئ كافة الإمكانيات التي تحقق الرفاه الخدمي في مختلف القطاعات. وأشار سموه إلى الأهمية السياحية التجارية لهذا المشروع التطويري والذي من شأنه أن يحقق نقلة نوعية في منظومة الخدمات التجارية والترفيهية في محافظة المحرق. وأكد سموه أن الحكومة حريصة على التوسع في إقامة المشروعات الخدمية والعمرانية في مختلف مدن وقرى المملكة بشكل يتناسب مع احتياجاتها ومتطلبات سكانها، وأنها تراعي في ذلك الأبعاد الجمالية التي تعبر عن الوجه الحضاري لمملكة البحرين. ونوه سموه إلى أن محافظة المحرق تشهد تنفيذ العديد من المشروعات التطويرية التي تتناسب مع مكانتها التاريخية والثقافية، مشددا سموه على أهمية تقديم التسهيلات لكل المشروعات التي تخدم التنمية المستدامة في مختلف مناطق البحرين. وقال سموه إن أبناء شعب البحرين في مختلف المناطق هم عماد التنمية ومحورها، وعلينا استنهاض الطاقات الوطنية وتوجيهها إلى كل ما يدعم جهود النماء والتقدم للوطن وشعبه.